برحب بحضراتكم مره تانية. امبارح كان الجو متقلب الحقيقه جدا، وكان في اتربه ورياح وامطار متفاوته على مناطق مختلفه في القاهره وكمان في المحافظات. النهارده الجو شمس وما كانش فيه اي حاجه زي ما كان في امبارح. الحقيقه عايزين نطمن حضراتكم ونطمن كمان على التقلبات المناخيه دي ونعرف الجو اخباره ايه. احنا بينضم لنا الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد مساء الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا دكتور احمد. يعني كان في امطار امبارح مثلا بالليل وكان في انخفاض في درجات الحراره، النهارده لقينا الجو يعني هايل جدا، بس التقلبات دي مش بتطمن الناس، فعايزين نعرف من حضرتك ايه حكايه التقلبات اللي بيشهدها المناخ الفتره دي؟ طبعا احنا عارفين ان حصل تغيرات مناخيه على مستوى العالم كله بما فيها مصر. احنا بنشوف تغيرات في الطقس اليومي، يعني بيجي نشوف في الشتاء وفي وسط الشتاء ان درجه حراره قد توصل 33، ده معناه ان فعلا مصر تاثرت تاثر مباشر وكبير بالتغيرات المناخيه. لكن عامه احنا الجو اليومين دول هو بيكون دافي، وان كان يعني بعد غدا، يعني غدا وبعد غدا ارتفاع طفيف درجات حراره بين درجه درجتين، لكن عايز اقول ارجو ما حدش خاف الملابس، لان احنا ما زلنا في فصل الشتاء. من يوم الاحد ان شاء الله ترجع تاني درجات الحراره هتنخفض، بعد ما توصل ل 25 هترجع الى 20 مره اخرى يوم الاحد، فبالتالي نرجو عدم تخفيف الملابس. يعني في درجات الحراره المفروض ان هي تنخفض مره اخرى يوم الاحد، هذه الموجه تنتهي إن شاء الله يوم السبت ان شاء الله مع استمرار فرص سقوط الامطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء. طيب يعني احنا لحد امتى هيفضل في التقلبات دي يا فندم؟ يعني احنا انت عارف حضرتك احنا في النص الثاني من الشتاء، هو الى حد ما بيشابه فصل الربيع، واحنا عارفين ان فصل الربيع من الفصول المتقلبه اللي بيبقى فيها تغيرات حاده وسريعه، فده اللي حاصل في الجزء الثاني من الشتاء، ان التغيرات بتبقى حاده وسريعه، فيعني حتى ينتهي فصل الشتاء واحنا هنحس بالتغيرات دي ما بين يوم واخر، ما بين الانخفاض وامطار وما بين دفء في حال في درجات الحراره. طيب دكتور، هل في توقعات بعينها لهطول امطار او لا قدر الله تصل احيانا للسيول في مناطق معينه او محافظات بعينها؟ على الاقل في الفتره اللي احنا فيها دي يعني فرص سقوط امطار بتبقى خفيفه جدا، حتى هي موجوده اليوم وغدا على جنوب البلاد وعلى جنوب سيناء، لكنها غير مؤثره. ده لحد امتى يا فندم هيكون موجود؟ يعني ان شاء الله يوم السبت هتبقى فرص سقوط امطار تبقى مفيش مش موجوده، لكن هيبقى في نشاط للرياح. يوم الاحد هيبقى نشاط الرياح واضح وتكاثر للسحب. في فرص بقى في الاسبوع الجاي ان شاء الله امطار، لكن ان شاء الله مش هتصل الى حد السيول. طيب دكتور، الناس تتعامل ازاي مع الجو المطرب زي امبارح كده؟ هل ده هيتكرر، الاتربه دي هتتكرر تاني الايام القادمه؟ في الاسبوع الجاي ان شاء الله في فعلا في فرصه لنشاط الرياح، والنشاط الرياح ده طبعا اكيد بيبقى مثير للرمال والاتربه. طيب دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. طيب احنا بنحب دايما نطمن حضراتكم عشان انا عارفه ان في كثير من المشاهدين بيبقى عندهم قلق تجاه موضوع او الطقس او التقلبات اللي بتحصل فيه.